انزل هات لي الولادين دول بسرعه. ولادين مين يا باشا؟ اللي عاملين نفسهم امين وظابط. انزل اتحرك جعفر. يلا يا جعفر اجري. ايه يا باشا؟ باشا انت صدقت عبد المجنون في العربيه؟ عبد المجنون مين؟ بعدين هشرح لك. يلا طب قولهم هم عليهم عبد خالتك. يلا طب ازاي بس يا باشا؟ اجري بسرعه يا حيوان ما تعرضنيش. الحقوهم اجري اجروا ادوهم. الكل مين حضرتك؟ ضرب ايدك يا مسطول ده الحكومه يا باشا. سيادتك انتوا سبقتوا الحراميه. طب اجروا انتوا الناحيه الثانيه. محدش فاهم حاجه خالص خالص. هنا من زمان عمره ما حيانا. يلا بينا يا عم نقلع الكلام ده. يلا اخصمك. لسه صاحي يا لسه صاحي. اسيبك اسيبك. لا ازيك يا صايع يا ضايع انت وهو يا ست اولجا. عيب كده ما انت كنت عامله فيها ننسى عجرم من شويه. ايه ده وايه اللي انتوا لابسينه ده؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا ست اولجا. النهارده عيد الشرطه. عيد الشرطه؟ امال في العيد الكبير هتلبسوا ايه؟ خرفان. يخرب بيت عسلك ده انت فظيعه. وبعدين يا ست اولجا في كلبين قصر النيل اللي انت طلقاهم علينا دول ما تحبسيهم احسن. او تسميهم. اسمهم سم كده. ده ريكو ودي فيك. دول حبايبي. اختي عليها. طب يلا بقى خدي حبايبك وخشي نامي. عيب كده يا ست. عيب. صدقوا بقى انا مش جاي لي نوم. ما تيجوا كده تضربوا معايا عسلين محجر فوق السطور. عسلين محجر يا ست؟ طب يلا هو في بس اطلعي واحنا هنحصلك على طول. يلا اطلعي بس عسلين محجر. ما تحجروش معايا. يلا يا حبايبي. يلا يلا خربت يا معلم. تعبانه يا عم وحيده بقى ما خلفتش. محجر ما يا جعفر. يا ابن النصابة عبده مجنون. عمل ايه ده عشان يبقى باشا؟ اكيد اشترى جاكيت جلد. لا اكيد خد شقه قانون جديد. عموما هيبان. وبعدين سيبك منه وقوم رايح جسمك شويه. الموضوع مش هزار يا جعفر. الراجل ده واصل ومش هيسيبنا في حالنا. احنا بس اللي عارفين اصله وفصله. ابوه خريج سجون وهو اصلاحيه. ما نبعت له الورق. طول ما الورق ده معانا احنا في امان. بقول لك ايه، احنا من بكره لازم نخبيه. وهنخبيه ازاي نسيم ده؟ واحنا هنخبي نسيم نهبي بيه ايه؟ هنخبي الورق. ما تفوق يا جعفر وبطل البانجو اللي بتضربه ده. تليفوني ده. يا سونس. ايه يا حبيبتي؟ وانت كمان وحشاني والله. كلها تيجي. ثانيه واحده. بقول لك ايه، انا اعصابي تعبانه وماليش مزاج. انا ليا مزاج واعصابي حديد. يا عم انت مالك؟ انت تيجي ما تجيش. انت مالك؟ اي حاجه اضطر القعده يا حوده. وانا بكلم مروحه اضطر القعده. معلش عشان البتاع ده بيطلب حاجات غريبه. طب خلاص. يا سونس بقول لك ما تعدي عليا بعد ساعه كده. خليها تجيب معاها عشاء. ثانية واحدة. عايز ايه؟ عشاء. هات معاك عشاء يا حبيبتي. سمك. ما خد كلمها. طيب انت. معلش يا حوض، اصل البتاع ده بيطلب حاجات غريبة قوي. معلش. معلش يا سونسون. هاتي معاكي سمك وانت جاي.
يلا حبيبتي انا في انتظارك. سلام. بص بقى يا معلم، جو خرم الباب وتبص علينا واحنا جوه في الاوضه، ده مش هينفع معايا خالص. وهو انا هبص عليك انت؟ انا هبص عليها هي. يا سلام يا ابني، دي صاحبتي انا. احنا الاثنين واحد يا حوده. لا في دي اتنين يا معلم. يخص عليك يا حوده، تهون عليك العشره والصحوبيه والمرمطه واسكندريه. خلاص خلاص يا شكري، اخليها تجيب معاها واحده. طيب لا حرام. حرام؟ اه يعني بصك من خرم الباب علينا ده حلال، واللي احنا بنعمله ده حلال؟ وانا بقول لك نتوب يا حوده وانت مش عايز. خلاص توب انت لوحدك، وروح اشتغل فرد امن ب 200 جنيه، ولا اقول لك اشتغل في الطاقه الذريه. تريق تريق، بس اي حاجه حلال احسن. الكلام ده لما تيجي تذبح. لكن انا عايز اقول لك على حاجه بقى، احنا فنانين مبدعين من نوع جديد. ازاي؟ لا هشرح لك بعدين. المهم اخليها تجيب معاها واحده. تجيب طبعا. طب ما كمل بدري. برافو، تستاهلوا فعلا انكم تشتغلوا معايا. ايه اللي في وشك ده؟ هجمه مرتده صح ولا مكياج؟ قول لي مكياج، ريحني. لا ده بجد يا باشا. اخرس. اسمع يا نسيم باشا. ما تقوليش يا باشا. طب اسمع يا نسيم. ما تنطقش ولا كلمه. العيال دول عايزكم تجيبوا لي كل المعلومات عنهم، ساكنين فين، بيعملوا ايه، لهم سوابق في اداره النصب ولا لا، مفهوم؟ برافو يا باشا، بس شويه بيانات صغيرين عنهم كده. يعني ايه؟ يعني ساكنين فين، بيعملوا ايه، ليهم سوابق في اداره النصب ولا لا. حمار. بره. حاضر يا باشا. بره بره. برافو يا باشا. بره حيوان. في ايه يا لولا؟ موظف الشهر العقاري جه يا باشا. دخلهولي على جوه. الورق جاهز؟ جاهز ومتسجل قانوني باسم سيادتك يا باشا. يعني حته الارض دي دلوقتي بتاعه سياسه. طب خدي ده واطلبي لي مدير البنك، وانت عدي على الحسابات. الله يبارك لك يا باشا. محدش هيولع في الكلاب دي ولا ايه؟ كلاب ايه بس؟ سيبك منها، خلينا في المزز اللي جايه. اه بص بقى يا جعفر، انا مش عايزك تخاف من اي مزه. اخطف المزه قبل ما تخطفك. من الاخر كده انت محتاج معلقتين ثقه. معلقتين ثقه ايه بس وانا اعمل علاقه مع الكوبايه؟ وبعدين يا حوده انت عارف مشكلتي، ابتسامه في اللقاء وسرعه في الاداء. ابتسامه في اللقاء دي مطلوبه، لكن سرعه في الاداء دي لازم نقعد فيها مع بعض شويه. حق يا حوده، الموضوع ده لو اتظبط يبقى لك الحلاوه. بص يا معلم، اول ما عينك تقع على اي مزه غمض. غمض ايه الاندهاش ده؟ عادي يعني. خلاص اغمض. بعد ما تغمض تعد من واحد لحد 10. وانا لما اعد من واحد لحد 10 بصري هيرجع لي تاني. هزر هزر، ما هو ده اللي جايب لك السرعه. جوب جوب. ايه ده؟ من فين صاحبتك؟ ما لحقتش اجيب حد معايا. ابدا العد يا حوده. اه عد بس من واحد لحد ما النهار يطلع. خش خشي. عيني. مين الوحش؟ الله، ده ابن اختي. وانت جايبه ابن اختك ليه؟ رايحه مستوصف؟ الله، امال اسيبه عند مين؟ سيبيه مع عمه جعفر. تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا جعفر، مبروك مجالك. وانا اعمل بيه ايه ده؟ عد من واحد لواحد ونص عبال ما اجي لك. يلا يا اختي يلا. والسمك مش هنقليه؟ وانت جايباه مشوي؟ لا جايباه ني. دي هبلة. دي ليلة زفرة يا معلم. عملتها انت كمان، عندك سرعة في الأداء. انت بتعمل ايه؟ لا ده موضوع قديم، هبقى افهمك عليه بعدين. طب يلا يلا عشان مستعجلة. مستعجلة خالص. مستعجلة قوي يا ست. هتسفي وانت بتتكلمي. طب يلا عشان لا اذا كنت مستعجله عندك جعفر قاعد بره سرعه في الاداء استاذ، لكن انا بالراحه بالراحه بالراحه. بس 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 يا حبيبي بس. ايوه ايوه بس، رديك بالبناه في وشك. بس 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 بس، عشان خالتك مركزه جوه ومش عايزين نقطع تركيزها. بس يا حبيبي بس بس بس. انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ انا بشرب. انا ما بعملش حاجه، انا بشرب. هو انا كل ما اقول لك يلا تطلع لي 100 حجه؟ افضحيني بقى افضحيني، مش كده بالراحه شويه. طب يلا يلا. ايه يلا عشان مستعجله. ما هو الهواجه دي هتخليني ما اعرفش اعمل حاجه خالص انا. طب يلا. حاضر يلا بقى. حاضر حاضر، هتصرف. حاضر يلا. حاضر. ايه انت رشه رنجه ولا ايه؟ دي ملوحة. طب يلا بقى. وفي اي لاف يو جوه برضه.
انا عايزك لما تروح تحكي على كل اللي شفته هنا، عايزك تجرسها عشان هي كدابه وقالت ان هي واخداك عشان تفسحك وسايباك وبتتفسح هي. بقول لك ايه، تحب اوريها لك جوه وهي متلبسه؟ تعال تعال قوم يلا بينا. اوبا بص بص، معلش انا هستخدم صباعك عشان انت صباعك رفيع، لو وقعت لي المنديل ده هبصصك. بص يا عم بتعيط ليه وانا حاطط لك في خلاط؟ دي للكلب عمره ما يتعدل. هو في ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. ماشي يا جعفر. انت لسه هتبوس؟ بلاش احباط بقى، يلا من هنا، يلا قوم البسي هدومك وخد ابن اختك وخوري يلا. يعني انت تفتكر خالك هيعرفك بعد ما طردك من 15 سنه؟ طبعا هيعرفك، وبعدين ما طردنيش، انا اللي مشيت بمزاجي. خالي حبيبي. خالك مين يا حيوان؟ مش عم عبد المحلاوي برضو؟ مش فاخر يا ابني، وانا عقلي دفتر ده مش عارف هو مين اصلا. هيعرفك انت، يلا يا ابني مش فاضيين. استنى بس يا حوضه، طول عمره كده بياخد وقت عقبال ما يسخن. هو تستر وقت ايه اللي هياخده؟ ورانا شغل يا جعفر. بص فيها كويس. مش شايف يا ابني، العتب على النظر. انت فين؟ ما تحرجنيش قدام صاحبي بقى يا خال، خلي عندك دم. الواد التخين اللي واقف زي العجل ده، يعني فتحت دلوقتي وبقيت زي القرد؟ انا بتكلم على اللي وراك. بس يا حوده، الراجل الذاكره بدات ترجع له. انا جعفر ابن اختك زنوبه اللي جيت من البلد وطردتني. اه اقصد لما مشيت بمزاجي. في حاجه يا بابا؟ عايزين حاجه يا اساتذه؟ بابا انت بدريه ولا عائشه ولا رشا ولا علا ولا هانا ولا حاله؟ انا عائشه. انت مين؟ انا جعفر ابن عمتك زنوبه. ازيك يا جعفر؟ ازيك يا عائشه؟ اخس عليك، ده احنا قلنا انك هجرت ولا لا قدر الله يكون جرى لك حاجه. عمر الشقي بقى يا عائشه، اقدم لك صديق عمر حوده. ازيك يا عائشه؟ ازيك يا حوده. وانت بقى بتشتغلي ولا بتدرسي؟ انا كمبيوتر بروجرامر. وانت؟ لا انا كويس الحمد لله. بقول لك ايه يا عائشه، عايزك في الموضوع كده. تحت امرك. واخد البنت ورايح فين يا حيوان؟ رايحين نركب عجل. خدني وراك. الصندوق ده فيه ورق مهم، عايزك تشيليه امانه عندك. اوعى حد يشوفه يا عائشه. من عليا. سلام عم عبدو. عبدو مين؟ في واحد بتباش اسمه عبد الناصر قام بالثوره امبارح. امبارح؟ طب خش نام انت وانا هصحيك على العبور ان شاء الله. كتك نكسه. احلى حاجه في الدنيا انك تقعد تضرب مخدرات لحد ما يتقبض عليك. يا ساتر يا رب. ليه يعني؟ عشان انسى نسيم باشا. تصور بقى جعفر، انا معجب بالراجل ده. طبعا طبعا. ايه انت فاهم حاجه؟ شوف كان ايه وبقى ايه. من بلطجي بيجري لو شاف امين شرطه لبرنس، الكل بيضرب له تعظيم سلام. هو ده الشغل اللي بحقه حقيقي، مش احنا مالنا؟ ما احنا الحمد لله زي الفل، هو معانا نص كيلو بانجو. ركز بقى يا جعفر، خلي عندك طموح. احنا شغلنا لازم يبقى اكبر من كده بكتير. احنا لازم نبقى بشوات. رايك نشتري جواكت جلد؟ انا هقدم على هجره عشان استريح منك يا جعفر. انزل هات لي حته لحمه عشان نجر الرجل فيكي على تحت. فيكي ما تسرحش بخيالك قوي كده، انزل وانت ساكت. يلا يلا سيب العشا ده. يلا النهارده عيد ميلاد فيكي ومش عارف اجيب لها ايه. كل سنه وهي طيبه. الله لذيذه خالص. ده دلوقتي بس، ما تعرفيش اول ما الليل اللي ليل علينا بعيد عنك بتبقى نار وايده في جتتها. ليه خير؟ فيكي يا هانم نوع نادر جدا، جبتها معايا من اسكتلندا وللاسف كبرت ومحتاجه زي اي ست حلوه وشيك وطويله ما بتبقى محتاجه. فاهمه فاهمه وحاسه بيها للأسف.
قلبت البلد كلها على ذكر مش لاقي. نعم من النوع ده يعني ما تتحمقش قوي كده. فيا ريت يا هاني لو تعرفي اي حد من اصحابك اكون شاكر جدا. هو فعلا في ازمه في الديكور اليومين دول. الله ما حضرتك اتحمقت قوي من شويه ليه؟ ما علينا. المهم حضرتك ادي الشهاده بتاعت فيكي وادي صوره لفيكي. انا عندي استعداد ادفع لغايه 30,000 جنيه. 30,000 جنيه؟ حضرتك مالكش دعوه، انا بتكلم مع الهانم. اصل انت يا هانم ما تعرفيش هي عزيزه عليا قد ايه وصعبانه عليا قد ايه. مش لوحدها يا حضرت. لا انت صعبانه عليا من ساعه ما دخلت اصلا. يلا المهم حضرتك ادي الكارت بتاعي وده رقم الموبايل ودول يا هانم 1000 جنيه عربون. لو لقيتي اي ذكر من نوع فيكي ارجوك تتصلي بيا، ولو ما لقيتيش برضه اتصلي بيا. ما تقلقش حضرتك. ميرسي جدا. سوري. يلا فيكي يلا. لبست وشرفت. حضرتك نظف مالكش دعوه. بس بقولك ايه، هو الراجل ده جوز حضرتك ولا بيشتغل هنا؟ للاسف. للاسف ايه؟ بيشتغل هنا؟ لا جوزي بينظف بس. ما طلعتيش لوحدك يا فيكي. مش عايز تبيعه؟ الجاكيت ولا الكلب؟ الكلب. مش ممكن. ايه انا قلت حاجه غلط؟ حضرتك عندك ولاد؟ ها؟ عندك ولاد؟ عندي 4. تبيع كلب منهم؟ اقصد تبيع واحد منهم؟ اكيد لا. يبقى حضرتك عرفت الاجابه. استحاله ابيع ريكو يا استاذ. مش ممكن ابيعه. لا 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 لا. طب تعالى بس تعالى تعال. وعلشان خاطر ال 30,000 يبقوا كام؟ 29,999. نزلت لي الجنيه. دمك شربات. بتكلم لك 25,000. وعلشان خاطر كمان مره 22,000. 20,000. 20 20 قول له حاجه يا ريت. اجمد يا ريكو. ما تعملش زيي. 15,000. تعالى معايا. لا كده ريكو هيضيع مني. ما تخافش هتاخد فلوسك. هات 10,000 من عندك. مبروك عليك. قلبي معاك يا ريكو. بسرعة بسرعة كلم الراجل ده فيه 20,000 مكسب بسرعة. أيوة الكارت بتاعه اهو. يلا هذا الرقم غير موجود بالخدمة، من فضلك ما تتصلش هنا تاني يا حيوان. تي تي تي. الريكو. يا حول الله يا رب. دي حادثه دي ولا ايه؟ هما متعودين يباتوا بره. عمرهم ما عملوه صدقني. معلش يا ست اولجا، ما انت عارفه كلاب اليومين دول بيحبوا العض، يمكن راحوا كده ولا كده وهيرجعوا تاني. طب ما معهمش اي اثبات شخصيه؟ لا يبقوا اتمسكوا تحارب. اخص عليكم كده بتتريقوا عليا وانا اللي بقول عليكم ان كنتوا زي ولادي. اخص عليكم. خلاص معلش معلش يا ست اولجا. معلش والله بنهزر معاك. هندور لك عليهم ونجيبهم لك لحد عندك. واه وهيباتوا في حضنك الليله. الليله الليله يا اولجا. بس انت يلا بقى يلا، ما يصحش تقعدي هنا. يلا قومي هنجيبهم لك. حاضر. على مهلك. اشوف على مهلك. اشوف دي دخلت هنا ازاي دي. بالراحه بشويش. يا روحي نوحي على البخت اللي راح نوحي. معلش يا حبسه قهرك في دارك يا اولجا. سرح وبوحي. معلش يا ست اولجا. القلب صافي ولا التريقه طبيب شافي. يلا على الشقه على طول. دواء يا خلق الجروح. على الشقه على طول. عاجبك كده؟ بقول لك ايه، ما الكلاب ماليه الشوارع. انزل هات لها اتنين. هم سندوتشات يا حوده. ما كانش المفروض نعمل اللي احنا عملناه ده. الست عامله السطوح ده كله عشان خاطر الكلبين دول. صعبان عليا قوي. بقول لك ايه،
ما يصعبش عليك غالي، يعني الكلاب تاكل واحنا نجوع.